السلام عليكم، اهلا بيكم. الفيديو اللي انا هو بعمله معاكم دلوقتي هو الفول المدمس. طبعا كلنا بنعرف نعمله، بس الفكره النهارده اللي انا عايزه اقول لكم عليها اللي هي ازاي تختصري الوقت بتاع الفول المدمس، نخليه يعني 3 ساعات او اقل. يعني بيبقى بالتسويه بتاعته جميل جدا واسرع من حله الضغط اللي احنا بنستعملها. فالنهارده الطريقه الاضافه اللي انا هقول لكم عليها اللي انتوا هتضيفوها عليه هتخلي الفول المدمس بتاعنا بيستوي في فتره تقريبا 3 ساعات، لكن مش هيكون ازيد من كده، بيقعد بالست 7 ساعات عشان نعمل فول كويس. طيب فهنا النهارده ده الفول انا نقعته في ميه مغليه ساعتين، فعلى طول ايه بدا خلاص على طول كده قصرت الوقت، قصرت وقت النقع، قصرت الوقت النقع ان انا حطيته في ميه مغليه. من عايز انقعه في ميه بارده يقعد 6 ساعات على الاقل مثلا او على بياد. عايز احطه بقى ادمسه، طبعا هعمل له اضافه هي بسيطه صغيره خالص. بعد ما بحطه في بتاع الدمسه بتاعتي، انا ما بحبش احط مثلا على الفول اضافات كتير، يعني في ناس تقعد تحط حاجات كتير قوي بحس ان هي مش فول، بحس ان هو شوربه خضار. يعني كل اللي قبلها بتحط في الفول، فول مدشوش ومش عارفه ايه ورز وعدس وبصل وتوم وطماطم. يعني انا بحس كده ان احنا ما بقاش طعم الفول المدمس والريحه المميزه بتاعته. فانا بكتفي بحط الفول المدشوش والفول المدمس اللي هو الحصى، يعني احط النوعين دول بس. وبحط يعني احيانا لو ما عنديش بحط جزرتين عشان اللون، ما فيش الجزرتين دول انا بستعمل النهارده بدل الجزرتين عشان اللون بستعمل الكركم. يعني انا هنا بعد ما حطيت الفول بتاعي، شوفي برضو من شرط نجاح الفول ان هو بقى كويس ويبقى لونه جميل، ان نشوف اللي هنا في مسافة تلت بعد ما كان بعد ما اتنقع بقت التلتين والتلت. ليه؟ عشان المسافة دي هو اللي هيغلي فيها المية والكلام ده، لكن لو كانوا شوية قليلين كده والمية ودي كل دي مية بيقعد يغلي، ما بيبقاش الفول مكمور وما بيستواش، بيبقى كله قشر. فاحنا عشان ما بقاش فيه قشر لازم مثلا عبوة صغيرة زي دي، دمسة صغيرة واخدة كوباية ونص وكوباية مدشوش، يعني كمية كويسة، ما مش هحطها في حاجة أكبر من كده. ليه؟ عشان تبقى الفول مكمور وكله ما يبقاش كله سوائل وعمالة تغلي وكله قشر. دي أول حاجة. بعد كده أنا نقعته طبعا الساعتين في المية المغلية أو مية باردة لمدة 6 ساعات. ايه الاضافة اللي انا هحطها عشان تحافظ على اللون؟ اللي هو نص معلقة كركم هضيفها هنا عليه، ده عشان اللون. في ناس كمان بتعمل حاجة تانية، بعد ما الفول بيستوى مجرد ما قبل ما تنزله بتضيف ايه معلقة نشا او معلقتين نشا في مية، مدوباهم في مية وتصبهم على الفول وهو لسه على النار وتغليهم، فده بيحافظ على انه ما يسودش. ان هو ما يسودش، يا اما النشا ده هو معلقه النشا هتحطه، لان ايه حاطين فول مدمس وفول ايه حاطين فول حصى وفول مدشوش فقط، مش حاطين لا رز ولا عدس ولا بصل والحاجات دي كلها. احنا عايزين نحس ان طعم الفول فول بس بالريحه المميزه بتاعته الحلوه. اهم حاجه عندنا برضه النهارده الاضافه الجميله الحلوه اللي بتخليكي تختصر الوقت لنص الوقت واسرع من حله البخار هي ايه؟ ملح الليمون. هنضيف هنا نص معلقه صغيره عشان هنا الدمسه صغيره، نص معلقه من معلقه الشاي ملح الليمون هحطها هنا معايا. ومن بدايه ايه؟ من بدايه التسويه. يبقى الاضافه اللي حطيناهم اضافتين النهارده اللي هو الكركم عشان اللون، مفيش الكركم بستعمل جزرتين مبشورين ابشرهم واحطهم فيهم بيخلي لون الفول جميل جدا، والنص معلقة صغيرة ملح ليمون. وبعد كده احط المية مغلية، واول ما بيغلي بحط الشياط عليه واوطي خالص. وكل ما اضيف مية اضيفها مغلية، مش هضيفها مية سخنة او ساقعة، لا مية مغلية واضيفها عشان الفول ما يسودش. ومجرد الفول طبعا طالما النار هادية مش هتحتاجي مية كتير، وكل الحكاية بيبقوا 3 ساعات والفول بيبقى جميل جدا جدا ولونه رائع وهتشوفوه بعد ما يستوي.
لكن مجرد ما بينزله من على النار على طول بقوم عصره نص ليمونه على وشه عشان تختم كده، ما يبقاش في اي اكسده على وش الفول، لان الفول فيه حديد، فاول ما بنشيل الغطا وشويه وكده بايه والبخار اللي بيسقط على وشه بيسود الوش بتاعه عشان فيه حديد بيتاكسد. فانا لما بضيف النص الليمونه دي اول ما بنزله ما بيسودش. وفي حاجه تانية، نصيحه تانية، ان في ناس برضو بعد ما تعمل مثلا نص كيلو او كيلو وتحطه في اكياس وتحطه في الفريزر، الفول ده ما بيبقاش كويس، يعني ما بيبقاش كويس، بيبقى مقطع كده ومش زي الطازة طبعا. فعشان تتجنبي الحكاية دي ممكن تعملي كيلو او نص كيلو في اي حاجة كمية، يعني مش عايزة تعملي كل يوم. وانا اعتقد بالطريقة دي ممكن سهل جدا تعمليه كل يوم لانه مش هياخد وقت كتير. لكن لو عايزة تعملي كمية وتعينيها في التلاجة ما تعينيهاش في الفريزر، حطيها مثلا في علب من علب التلاجة تحت الرف بتاع التلاجة بعد ما تسويها مباشرة، حطي على وشها زيت وليمون وعصري ليمون على الوش وشوية زيت وخليه تحت الرف بتاع التلاجة، وكل ما تاخدي منه تاخدي في على قد الطبق اللي انت هتطلعيه وتسخنيه في اي حاجة تانية وانت عصر عليه ليمون. بالشكل كده بيكون الفول كأنه طازة، لكن اللي في الفريزر بيبقى مفتت كده من بعضه ومش حلو وبيجمد كمان، حتى مش عارفة يعني بيجمد، ما بيبقاش مستوي كده وناعم زي ما كان لسه نازل من على النار. يعني اتمنى اكون افدتكم بالاضافتين دول، اضافه الكركم واضافه ملح الليمون. ممكن تضيفي نشا، ممكن تحطي جزرتين، والليمون ممكن ملح الليمون عشان يعجل التسويه، وتكون التسويه بتاعته اسرع من حله الضغط. وطبعا ملح الليمون مفيش فيه اي ضرر، لان احنا زي ما شفتوا في الفيديو اللي كنا عملنا فيه ملح الليمون، عملناه من الملح الاكل واضفنا عليه عصير الليمون. يعني ملح الليمون مادة طبيعية 100% من الليمون ومن الملح، وكلها حاجات مفيدة. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى تجربوا التجربة دي والفكرة دي تعجبكم وهتتبسطوا منها. وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. تحياتي لكم، اعزائي، سلام.